كان جاي مرتاض مسلم من الهند، قال أنا أي سؤال عندكم، أنتوا العلماء، يقول إحنا بقينا الخواص، أي سؤال عندكم، أنا أعرف علم الحساب، أقدر من علم الحساب أطلع لكم. أين يتواجد مولانا وسيدنا المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه؟ محمد طه نجف، هذا من هو؟ يقولنا له هذا واحد من العلماء هنا بالنجف. قال هذا صاحبكم الإمام المهدي الآن موجود عنده. نسيت إلا وضع يده على كتفي، قال يا شيخ أنت مرضي عندنا عند إمام زماننا، لأن أعمالنا تعرض عليه. اللهم ارض عنا إمام زماننا يا الله.